سيدنا محمد، إن شاء الله راح نتكلم عن تصميم الحشرات. هذه الحشرة الصغيرة جدا مثل ما تشوفونها في الشاشة، تحط رحالها على زهرة. تأملوا معي التصميم الرائع لأرجل الحشرة، كيف أنها تهبط بتقنية تفوق تتفوق على أحدث طائرة حتى يومنا هذا. يقول العلماء أن تصميم هذه الذي أعطتها الطبيعة لهذه الحشرة وغيرها يفوق قدرات البشر في التصميم، ولكننا نقول أن الله تعالى هو الذي أعطى هذه الحشرة وغيرها هذه التقنيات وهذه الصفات. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذه سورة طه آية 50. صراحة ما نقول سبحان الله والله أعلم.